السلام عليكم. القليل من التنويع والعودة لمراجعة الفيديو. الزن مصطلح شائع في الغرب، على الأقل لمن يهتم بمجالات تحيط به كتطوير الذات وأحيانا الرياضة والصحة وغيرها، وكثيرا ما يستخدم في سياقات مختلفة ليعني أحيانا اهدأ. فكان طبيعيا أن أحصل على نظرة أفضل على الزن، وكتاب يحمل اسم فلسفة الزن رحلة في عالم الحكمة يبدو اختيارا مناسبا جدا. الكتاب مترجم عن الفرنسية، والخطأ الأول أن عنوانه ترجم بهذا الشكل. الكتاب يحمل في عنوانه الأصلي كلمة الزن فقط. كتاب يظل نسبيا قصيرا وأكاديميا بشكل كبير. الكتاب يتحدث عن الزن منذ بدايته وينتقل باختصار بين مختلف مراحل نشأته، كما يتحدث عن مختلف المدارس والشخصيات والأحداث المؤثرة، إضافة لبعض الممارسات المرافقة والمصطلحات المتعلقة به حسب البلدان التي تبنت. الكتاب أكاديمي بدرجة كبيرة. رغبت في معرفة ما هو الزن، والكتاب أعطاني أكثر من فكرة. هناك إحاطة بمختلف مدارس الزن من الهند للصين واليابان وغيرها، وذكر للأسماء المؤسسة لهذه المدارس كلها تحت عناوين مرتبة، فتجد الفصل الرئيسي الذي يتحدث عن أمر محدد ثم عناوين مختلفة لتقسيم المحتوى نفسه، مثلا حسب الأسماء أو المدارس، أو كما في الجزء الأخير من الكتاب الفنون التي تأثرت بالزن. الكتاب أكاديمي بدرجة كبيرة كما ذكرت، فيرمي عليك طنا من المعلومات دفعة واحدة. يبقى مختصرا لكنه شامل، ولم يكن من اليسير علي أن أقرأه بشكل متواصل، كما أنني قفزت الكثير من الفقرات المشبعة بالأسماء والتواريخ التي لا يوجد هنالك مجال لأتذكر أي منها. الكاتب بلا شك له علم بما يتحدث عنه، وهنالك اعتماد كبير على المصادر الموضحة أسفل الصفحات. أظن أن الكتاب يليق بمن يريد أن يكتب بحثا ويرغب في الحديث عن الزن، بما أنه يحتوي قدرا كافيا من المعلومات ويحيط بشكل كامل بمختلف المدارس وشيوخ الزن وبعض الممارسات حسب البلدان. العنوان قد لا يساعد على معرفة نوعية محتوى الكتاب، وللأمانة توقعت محتوى مختلفا بعض الشيء، خاصة بالحديث عن رحلة. الرحلة كانت رحلة الزن نفسه بين مختلف السنوات وليست رحلة قارئ، كما أنه يتحدث عنه بشكل عام، أما فلسفته فذكرت بشكل باهت. الكتاب لم يحاول إطلاقا أن يمتع، الكاتب رمى بالمعلومات تباعا وبشكل مختصر في الغالب، ما قد يصيبك بالملل، بالكثير من الملل. الكتاب مقسم بشكل جيد يسهل البحث، ولا يوجد لحسن الحظ انتقال بين المواضيع بشكل عشوائي. إن كان الكاتب يتحدث عن مدارس الزن، فستجد ذلك مرتبا ومقسما على شكل فقرات معنونة. ترجمة الكتاب تفي بالغرض، أسلوب الكتابة أكاديمي مباشر، فلا وجود فعليا لأي محاولة لجعله ممتعا. الترجمة اكتفت بذلك بنقل المعلومات إليك كما هي، والجيد أن المترجمة أبقت على الأسماء باللغة الإنجليزية، وذلك سييسر البحث بلا شك لمن يرغب في البحث أكثر عن الأسماء الواردة في الكتاب. نهاية الكتاب تحتوي خطا زمنيا مبسطا لتطور الزن، بعض الأسماء المهمة في تاريخه، ومعجما لبعض الكلمات المتعلقة به مذكورة في الكتاب لكنها مختصرة في نهايته، إضافة لجزء مخصص للمصادر المذكورة في صفحات الكتاب أيضا، وذكر لبعض المصادر على الإنترنت التي يمكنك الوثوق فيها. الكتاب غير ممتع، لذا تجاوزت الكثير من فقراته بسبب الملل. الكتاب يليق لمن يحب أن يحصل على نظرة شاملة على الزن بشكل مختصر، أما الممارسات والغوص في ثقافته بعيدا عن التواريخ والأسماء وغير ذلك فالكتاب لم يجد فعل ذلك، وأنا لم أتحدث عن ذلك سوى لأن عنوان الكتاب ثقافة الزن، لذا لا أنصح إطلاقا بالكتاب إلا لمن يرغب بأن يكتب عنه بحثا ربما، أو يحصل على نظرة على تطوره والتواريخ والأسماء المتعلقة به. يحصل الكتاب مني على علامتين دون أوسمة. تذكروا أن التقييم وجزءا كبيرا من المراجعة متأثر بميولي بآراء الشخصية وبظروف القراءة. إليكم انطباعات القراء على موقعي Goodreads وأبجد. مراجعة هذا الكتاب وكتب أخرى تجدونها على موقعي الشانية.com. لا تنسوا متابعة مجتمع البوكتيوبرز العرب. في الأخير هذا آخر ما رجعته على القناة من كتب. أراكم في عرض آخر. ابقوا فضوليين، ابقوا محبين للعلم، ودعوا معارفكم تتشكل. أدعكم في أمان الله.